مساء الخير. موسم كرة الطاولة أو البينبون صار على آخر بعد بطولة لبنان للناشئين، بطولة الفئات العمرية، بطولة لبنان، انتهى كأس لبنان، كأس لبنان للأصحاء وللبارا أولمبيك، وحاليا باقي مسابقة واحدة فقط هي أفضل 8 لاعبين ولاعبات بلبنان. سيطرة تامة كانت لنادي الأنترانيك على لعبة البينبون بلبنان هالموسم، مشان هيك اليوم بالجزء الأول من ريبلاي رح يكون معنا عضو الاتحاد اللبناني للعبة ومسؤول البينبون بنادي أنترانيك سهاك بيدينيا ومدرب البينبون بنادي الأنترانيك مالك الطويل، وبالجزء الثاني رح يكون عندنا حامل كأس لبنان بارا أولمبيك إيليل رحباني رح يكون معنا عبر زوم. أهلا وسهلا فيكم سهاك ومالك. ميرسي. أهلا وسهلا فيك. بدي أبلش من عندك سهاك، شو بيعني لكم بالأنترانيك أنه سيطرتوا على البينبون بلبنان هالسنة 2021، يعني بعد توقف للكوفيد وبعد الأزمة الاقتصادية كتار اعتبروا أنه النوادي رح تفقد مستواها، النوادي أو لاعبتها رح يرجعوا بدون مستوى مرتفع، برهنتوا العكس؟ نحن صراحة بهمنا كتير، بهمنا كتير. نحن نادي أنترانيك تأسس 1931، ومن أول نهار كان عندنا لعبة البينبون. هلا نحن معروفين أكثر بالباسكت، بس صرنا أكثر من 90 سنة نحن هاللعبة لعبة مميزة عندنا الكرة الطاولة، وفي عندنا دائما دعم النادي، رئيس النادي وكل الأعضاء النادي، وهيدا one of the big reasons انه نحن قدرنا نحقق نتائج مميزة هالسنة. بس ما قدرتوا عملتوا هالشي قبل، شو السبب؟ يعني ليش سنة هالبوم اللي عملوا أنترانيك بالبينبون؟ ليك اللي نحن لطالما آمنا بهاللعبة كنا أكيدين وعارفين انه إذا استمرينا فيها، حتى لو في سنين انه كنا في فرق كان أحسن منا ونتائجنا ما كانت مميزة، بس كنا عارفين انه إذا استمرينا بهاللعبة رح تيجي وقت نهار انه رح نقدر نحقق هالنتائج المميزه اللي حققناها السنه. انتم كنتوا حاطين هدف انه تعملوا اللي عملتوه، يعني هلا بنحكي عن الانجاز الكبير يلي عملتوه، هذا شيء تاريخي بتاريخ اللعبه. يعني انا خبرتي استاذ الي، خبرتي انه ما بحط ولا مره ضغط على اللعيبه، انا بعرف انه انا بحط ضغط على حالي، بفكر كثير قبل البطولات، بس ولا مرة انه بقول للعيبتي انه بدكم تربحوا هالبطولة، اذا ما ربحتوا انه كذا كذا، نو ابدا. نحن كنا عم نعمل ماكسيموم تحضيرات قبل البطولة كرمال نحقق هالنتائج، بس without pressure. There was no pressure. طيب مالك، انت مدرب فرق الأنترانيك، مدرب لعيبة الأنترانيك، والمفارقة انك لاعب بنفس الوقت، يعني شاركت معهم ببطولة لبنان للفرق وربحتوا اللقب. بتحس حالك بين لاعب ومدرب ضايع ولا لا مزبط امورك بيناتهم؟ هلا اكيد كتحضير انك تكون لاعب بدك تحضير اكثر للمباريات، وعاده نحن مثل ما قال استاذ سهاك نحن بنتحضر قبل فتره شهر لشهرين. بفصل انا كمدرب وبصير كلاعب، يعني بصير في طريقه تمرين معينه لحتى فوت بجو المباريات بشكل اكثر وننافس على البطوله اكثر. فطبعا التفكير بيتغير، طريقه التمرين بتتغير، اللايف ستايل بتتغير، نوعيه الاكل لازم تاكلها، فطبعا كله بيتغير. اكيد ما بيكون في ميكس بيناتهم، بس شور لانك انت بيكون واحد كوتش بيكون عنده اكسبيرينس اكثر، كيف يقرا السيرف، كيف ريسيف السيرف، كيف يردوا للسيرف، كيف شو يعمل بالثاني طابه ثالث طابه. سو طبعا از كوتش يو جين اكسبيرينس اند مور ماتشوريتي، بتقدر تعمل نتيجه اكثر لما تصير لاعب. بتسمع انت اديت رفقاتك بس تكون على الملعب، يعني انت مدربهم اذا حدا عطيك ملاحظه بتقبلها؟ اكيد بقبلها، لانه دائما اللي قاعد برا بيلقط اغلاط للاعب غير اللي بكون يعني اندر بريشر واندر الهيت تبع الجيم، بيعطيه نوتس انه لازم يسمعها، واكيد انا بعمل فلتريشن بشوف هالنوت اذا مزبوطه او لا بحكم خبرتي از كوتش، وبجرب طبقها فور شور حتى لو كان حدا اصغر من عمري. هلا احنا بالتيم معنا فريقنا كان صغار مميز، كانوا جونيورز وذي ديد جريت جوب يعني ديورينج هالموسم. شو حبيت اكثر، الكوتش ولا اللاعب؟ شو اللي بتحبه اكثر؟ انا حبيت كوتشنج اكثر لانه
مثل الكوتش، مثل انه نوع مثل الرساله انت عم توصلها للعيبتك. يمكن انت لما كنت جونيور او كنت بالفريق الرجال ما كنت قادر توصلها، فهلا انت قادر توصل الرساله اللي انت اللي انا تربيت عليها كبين بون، حتى باللايف ستايل، بلس انه بتكون جود ليدر، which is لازم كل كوتش بلبنان انه يكون عنده هذه الصفات. فانت بالعكس بتزرعها باللعيب وهو بياخذها للمعلومه، ان كانت على الصعيد النفسي او على الصعيد التكنيكلي بالبينج بونج، وهو بيطورها. وفي ستودنتس مرقوا على راسي تطوروها وصاروا ابطال، وفي ستودنتس عم يشتغلوا عليها هلا. سو از كوتش اتس مور، يعني مور بلاجر بتحس فيها، عندك لذه اكثر اكيد. اكزاكتلي. سهاج 6 من 7 ببطوله لبنان، اذا ماني غلطان انا ايدتهم فرق سيدات، فرق رجال فردي، سيدات فردي رجال، زوجي سيدات وزوجي رجال وزوجي مختلط، ربحتوهم كلهم، ربحتوا كاس لبنان فردي بنات. بس خسرنا زوجي رجال بالفينال. خسرتوا زوجي رجال بالفينال، طيب. كمان بكاس لبنان ربحتوا البنات والشباب بالفئات العمريه، ربحتوا 2 فئات عمريه، وربحتوا كمان بناشئين وناشئات للفرق. ما بعرف هيدا الانجاز يلي صار هو بس ثمره هاو الشهرين شغل، يعني نادي الانترانيك اليوم كتب تاريخ بلعبه البينج بونج بعد ما حدا عامله قبل. هلا اكيد في فرق مثل هومنتمن، وفي فرق كبيره قطعت بتاريخ لبنان، ربحت بطولات عربيه وسجلت اسمها بتاريخ البينج بونج، بس هيدا الكم من الالقاب بسنه واحده مش صاير بعد. مزبوط. نحن صراحه 2020 مثل كل العالم ما كنا كثير عم نهتم بهاللعبه، لانه كان الكوفيد باولها وكان في قصه المشاكل بالبلد وهيك. بس من اول 2021 بلشنا بالتمارين وبلشنا نتحضر لكل البطولات، ومثل ما قلت لك اللي هي الاستمراريه اللعبه بالانترانيك فيها قصه خبره. يعني انا لحالي صار لي بالانترانيك اكثر من 25 سنه، سو في خبره انه نحن اكيد ما رح نتحضر لبطوله قبل شهر شهرين، نتحضر مور. بس نحن من اول سنه 2021 كنا عاملين حساب انه الاتحاد رح ينظم كل البطولات بلبنان، او قد ما في انه ينظم بطولات قد ما وضع بيسمح. سو وي وير جيتينج ريدي صراحه فروم ذا بيجينينج اوف ذا يير. بيتهموكم سهاج انه لملمتوا النجوم من الفرق وركبتوا فريق الانترانيك مشان هيك سيطرتوا على اللعبه، مزبوط هالحكي؟ يعني لعيبه من جبتوا ماريانا، جبتوا هبش من صيدا، جمعتوا فريق نجوم مثل ما كانوا يعملوا بعض الفرق بالالعاب الجماعيه مثلا. نحن صراحه انا اول شيء كمدير فريق بالانترانيك انه مسؤول عن لجنه الكره الطاوله، انا كثير بحب اهتم بلعيبه صغار. وقت الشباب يعني سعد ومحمد اعمارهم حاليا 18 سنه، وقت اجوا لعنا كان اعمارهم 15-16 سنه، طاليا عزار حاليا 16 سنه، وليتيسيا 19 سنه. سو نحن شفنا الموهبه موجوده، اكيد ما بننكر الكوتشيه اللي طلعوا هول اللعيبه، ما بننكر ابدا. مثل كريستيان طاوع اشتغل كثير مع البنات وانا بوجه له تحيه، ونور الهبش بي محمد وسعد اشتغل كثير. بس نحن كنا عارفين مع كوتش مالك انه اذا جبناهم على الانترانيك وحطينا اور اكسبيرينس على الشباب وعلى البنات فينا بعد نطورهم احسن من هيك. هلا ماريانا سبيشال كيس، يعني ماريانا شيء، هيدا السنه ربحت ل11 مره ربحت بطوله لبنان، اكسبيرينس بلاير، وحياتها بروفيشنال تيبل تنس، يعني هي شغلتها تيبل تنس. هيدا استثمار عملتوه؟ هلا مثل ما بتعرف مانشستر يونايتد جابوا رونالدو كرمال جرينوود، كرمال اللعيبه الصغار، كرمال يتعلموا. ونحن ماريانا شي از ذا اكسبيرينس بلاير بالتيم، لانه مثل ما قلت لك الباقيين كلهم صغار، كرمال يتطلعوا لماريانا ويتعلموا منها. رح نرجع لك بهذا الموضوع مالك. باحتفال تكريم ابطال الانترانيك انحكى انه في اكاديميتين بنادي الانترانيك للبينج بونج، يعني عاده النوادي باكاديميه وحده ما عم بيقلعوا، يعني اكاديميات باسكت وفوتبول ما عم بيقلعوا، اكاديميتين بينج بونج بالانترانيك انا سمعت مزبوط ولا
مظبوط 100%. نحن عندنا تو اكاديميز، وان اكاديمي بدبي وان اكاديمي بسنتر دمرجيان بدبي وان اكاديمي بنازاريان سكول بسن الفيل. نحن كنت بس بدي اضيف شغله على قول الاستاذ هاك. نحن لما during ال 15 سنه اللي انا كنت فيهم as a player and the coach بالانترانيك، نحن كنا دائما عندنا رؤيه انه استمراريه ونطور فريقنا بالبينبون، وعملنا نتائج على صعيد الجونيورز وعلى صعيد البنات. حتى قبل 2021 كنا دائما بين توب 2 توب 3 ان كان سينجلز وان كان تيمز. فكنا دائما نجرب نغني فريقنا بتشكيله مميزه لنقدر نحصد اكثر القاب، وتكون مثل بدايه انفستمنت مثل ما قلت حضرتك ليطلع لعيبه ناشئين صاعده من اكاديميات عول الانترانيك. فكان الاختيار على اللعيبه سعد ومحمد الهبش من صيدا والاتيسيا وتاليا عزار، لانهم بحكم تدريبي لهم ديورينج منتخب لبنان سنه 2019 حسيت انه هول اللعيبه بنقدر نطورهم فيزيكلي ومنتلي وبيقدروا يعملوا نتائج كثير مهمه للانترانيك، وتكون بدايه لنجاح الاكاديميز اللي نحن طمحنا انه ناسسها. بناء على هالنتائج نحن كنا حاطين دراسه للاكاديمي وابصرت النور تقريبا بشهر 5 من هالسنه، والحمد لله قلعت لهلا. ويعني ان شاء الله بنوعد احباء لعبه البينبون انه يطلع جيل قوي ومحترف من اكاديميات. هذا الموضوع لانه بالاكاديميات اليوم يعني انت ككوتش بتشوف حدا عنده هاي اللمعه اذا بدك الشعطه او exactly. موهبه او الموهبه الخامه السكيل اللي عند السكيلز اللي عندهم اياهم اللعيبه او اللاعبات، في جيل جديد ولا عم بيجوا بس ليقضوا وقت؟ لانه لا. في بعض الاكاديميات بالعاب ثانيه بكل صراحه يعني الاهل بيدفعوا مصاري كانوا عم بحطوهم جاردوري يعني مش اكثر من هيك. فهمت عليك. هلا لتقدر انت تصنع لعيب بينبون بدك وقت، بدك بين 3 لـ 4 سنين. لتقدر تلاقي لعيبه بدك كثير تعمل فلتريشن وتلاقي مين الريلي بحب اللعبه ويكون سكيلد. اكيد منا لعبه جماعيه مثل الباسكتبول والفوتبول، سو بده كثير شغل من الاهل، بده شغل من النادي وشغل من الكوتش. اكزاكتلي انت تزرع براسه فكره وتحببه باللعبه ليقدر اكسل مور اند مور ويتطور. قد ايه عندكم عدد لعيبه؟ هلا انا عندي 7 تلاميذ بدبي و4 تلاميذ بسن الفيل. أوكي. والعدد عم بيزيد هلا شوي شوي تدريجيا. قد ايه اعمارهم؟ عندي بين 9 سنين و13 سنه عندي تقريبا 6 لعيبه، وفي حدا جونيور above 18، وبسن الفيل عند الاربع لعيبه هن under 15. سو هي عندهم باشن للعبه يعني ولا كمان هيك؟ لا اكيد عندهم كثير باشن حلو، عندهم ديسبلين كثير حلو، واهاليهم عم بيتابعوهم باستمرار، وبلس هن كانوا عم يتمرروا بغير انديه وحبوا انه يجوا يجربوا اكاديميه عائله الانترانيك، ولهلا دي ار فيري اكسايتد، وبتوقع انه خلال 2 أو 3 سنين يصير عندنا جيل خريج انترانيك مثل ما بيقولوا. اوكي رح نحاسبك بعد 2 أو 3 انت وسهاك ان شاء الله. سهاك، مسيره نادي الانترانيك قلت بلشت بال 31، عرضته بالتكريم فيلم عن الاشياء القديمه شفناه كان هيك شوي مؤثر، وشفنا كمان مسيو برسوميان مارسيل برسوميان اللي هو من الرعيل الاول كمان كان حاضر. هل قد عندكم هالتعلق بالماضي؟ استاذ مارسيل برسوميان اول شيء كان معنا بالانترانيك، كان يلعب بالانترانيك 1960، كان هو بطل لبنان بالدبلز، وكان في غير ابطال كمان معه بالفريق كانوا بالانترانيك. لا هو الله يطول عمره هو الوحيد اللي حضر يعني، هو الوحيد اللي قدر يحضر. ايه مثل ما قلت لك اللي نحن انترانيك استمراريه هي سر النجاح، نحن كثير بهمنا استمراريه. وقبل شوي انت سألت سؤال، نحن مش بس هيدا السنة قدرنا نحقق هالنتائج المميزة، بس نحن كنا always انه in front، يعني كنا دايما عم نحارب. مثلا سنة الماضي قبل الكورونا اخذنا مركز الثالث، كان عندنا نجم ألفريد نجم ومالك الطويل وروك حكيم كان معنا، وقبل منا قدرنا كمان نافس على المركز الثالث او رابع. وهالسنه مثلا بالبطوله لبنان ناشئين حتى مركز الثالث، يعني سعد اول محمد ثاني، مركز الثالث من اكاديميه انترانيك شارب الاستفان.
هلا انا بس بدي اقول شغله، بدي صحح عن يلي قاله مالك. نحن قبل الكورونا كان عندنا تقريبا بين 45 ل 50 بلايرز بالاكاديمي. صح. انجبرنا نوقف الاكاديمي من وراء الكورونا، سو كرمال هيك قل العدد، بس نحن اكاديميتنا كان كتير كبيره قبل ال... بس معلوف انتراني كان يستثمر باسكتبول، رجع بعد غير استراتيجيه، صار تايكواندو، بينبون، تشيس، يعني غير من الالعاب الجماعيه على، وما نساها طبعا، بس انه راح على الالعاب الفرديه اكثر. هيدي فكرتكم كاداره ولا اضطريتوا تعملوا هيك لانه غالي الالعاب الجماعيه باسكتبول وفوتبول وغيرها؟ عندكم ميني فوتبول كمان استاذ زيلين؟ احنا عندنا 14 فريق باسكت حاليا، ثلاث فرق درجه اولى، عندنا شباب درجه اولى وفريقين بنات. مزبوط. وعندنا درجه ثاني شباب وبنات، درجه ثالثه بس شباب، ودرجه رابعه شباب. عم تحكي على كل فروع اونترانيك بلبنان؟ على كل فروع يعني. أوكي. نحن بعدنا مهتمين بال 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 بالباسكت، مش انه اذا عم نهتم بغير شيء. بس في خف، في فتره خف شوي يعني، صار الفريق بدرجه ثانيه على طول. هذا اللي عم بقول لك اياه، فضلتوا تصرفوا على الالعاب اللي بتجيب لكم بطولات وفيكم تعملوا فيها نتائج. ليك استاذ علي، نحن بالبين بون مثل ما قلت لك، نحن ولا مره وقفنا، بس دائما يعني كان في فرق صراحه احسن منه. هالسنه قدرنا نتوفق، مع انه كمان انه بالفينال الشباب بطل لبنان 10 او 11 مره، رشيد الببو انصاب بالفرق وما لعب ضدنا، يعني كمان انه كان في ظروف، مع انه ربحناهم بالمجموعات 3-2 او ما عم بتذكر، بس كمان انه ما كانت هينه، انه مع كل الافورتس يلي حطيناها. ومثل ما قلت لك استاذ زيلي، نحن البادجت مش انه عم نجيب لاعب عم نستثمر مثلا عم نكب الوف دولار على الفاضي، لا، نحن عم نستثمر على صغار، على الابطال، وكرمال مستقبل لبنان كمان، مش بس كرمال مستقبل انترانيك. شو يعني مستقبل لبنان؟ يعني من الاكاديميه بدكم تطلعوا ابطال يروحوا يمثلوا لبنان؟ ما هن هؤلاء لعيبه عم يطلعوا من كل النوادي وعم يجوا يلعبوا معكم ومع غيركم، لانه صاروا تقريبا محترفين. سهك ولا انا غلطان؟ هلا هن قد ما كانوا محترفين بالبينبون، بعد في تشانس انه واحد يتحسن. استاذ عم بحكي محترفين من ناحيه انه ياخذوا مصاري او بدل تنقل او ما بعرف شو بدك تسميه تيجوا يلعبوا. انا ما بتصور في لاعب بلبنان انه نادي ما عم بيهتم فيه، اكيد انه بيعطيه جلود وتلزيق. بينج بونج مكلفه، منا رياضه انه فور فري، لا، الجلود عم تحكي 200 بين 200 دولار 300 دولار جوز مع التلزيق، في قصه طابات، في سبادرينات، في تونيات، في بدل نقل، وبعدين انه هول لعيبه كرمال يلعبوا منيح بدهم يتغذوا كمان، سو طبعا. مش انه مشان هيك عم بقول لك انه بيجوا لعند اللي بيهتم فيهم اكثر ماديا، ولا انا غلطان؟ ليك نفسيه كثير مهمه بالفريق، يعني فيك انت تروح على نادي يدفع لك كثير مصاري وما تنبسط، وما مش بس ما تنبسط، ما تعطيه وما تربح، بينما فيك تمضي مع نادي انه نفسيا مرتاح، عم بيخليك نفسيا مرتاح، عم بيعطيك البيسك ستاف كرمال انت تقدر تحقق النتيجه اللي بدك اياها. مزبوط اللي عم بيقوله كوتش. يعني طبعاً. انت كمدرب اي سنه جيت على انترانيك؟ انا قلت بالانترانيك سنه 2005 تقريبا. اوكي، لك 16 سنه تقريبا. صح. جيت كرمال شو على الانترانيك بصراحه؟ انا صراحه اقول لك، انا لما كنت جيت على نادي انترانيك كنت بطل لبنان وكملت عم بعمل تحقيق الالقاب، بس انا بعتبر انترانيك بيت الثاني. نفسيا ارتحت كثير، يعني ما عانيت بصعوبات بالناحيه الماليه، يعني حتى انا بتذكر كثير منيح بحرب تموز سنه 2006، انا كنت باخذ سالري 35 يوم الحرب، انا ضليت عم باخذ سالري كامل، ما انخصم شيء. سو كان في فاينانشال سبورت كثير منيح، كان في فاميلي سبيريت كثير منيحه، مستر فيكان كان الداعم يعني المعنوي والمادي وال يعني الحاضن لهذا الفريق. هذا الشيء اللي خلى انه نادي الانترانيك يكمل هالاستمراريه ويامن ظروف انه تجي لعيبه ابطال من غير انديه تلعب عنا وتكمل عنا. هي تطلب تلعب عندكم ولا انتم ركضتوا وراهم؟ لا، هن طلبوا يلعبوا عنا، واكيد يعني كان في اتصال من قبلنا، انا از كوتش ومن قبل استاذ سهاك از المانجر اوف ذا تيم.
في كتير أندية طلبت من لعيبة اللي هلأ معنا وغير لعيبة كانوا عنا وفلوا أنه يبقوا معهم وهيك وفضلوا أن يبقوا بالأنترانيك للأسباب اللي ذكرت لك إياها قبل. طيب بدي أسألك شغلي، هلأ عملتوا كل هيدا الإنجاز، هلأ لتحافظوا عليه هلأ الصعوبة بدها تبلش، يعني ما بعرف شو عم تحضروا السنة الجاية، هاللعيبة كلهم باقيين معكم، في تغييرات بدها تصير، شو عم تحضروا للسنة الجاية على الصعيد الفني؟ هلا بنحكي اداريا مع سهاك. على الصعيد الفني نحن عندنا تارجتس جداد نعملهم، ان شاء الله نحن يمكن نشارك ببطولة الاندية العربية اللي حتصير السنة الجاي، هذا الشيء بيلتزم تدريبات مكثفة اكثر، يمكن نعزز الفريق بلاعب اجنبي اذا سمح الميزانية لسنة 2022، اذا توفقنا بسبونسر انه يقدر يدعم الفريق. اكيد نحن ما حنوقف التمرينات رغم كورونا، رغم الصعوبات اللي عم يمرق فيها البلد، رح ضل نتحضر ورح ضل بهيدي الروح انه نحن نتابع التمرينات لنحقق نحافظ على اللقب ونحقق شيء عربيا، وان شاء الله اذا توفقوا الشباب ساعدوا الحباب نعمل شيء بغرب اسيا. طب بس مالك سؤال صغير، يعني بعد هالخبره الطويله انت بتلاقي انه نحن كلبنانيه قادرين نوصل على البوديوم ان كان بغرب اسيا او ببطوله العرب؟ باسيا صعبه كثير لانه في الصين اللي هن من الابرز بهيدي اللعبه، قادرين نحن نوصل البوديوم بدون لعيبه اجانب؟ يعني هم انت من بالزمانات استقدموا لعبه، استقدموا ماريانا بالاول، شو استقدموا لعبه صينيه اذا ماني غلطان، صحيح، تيقدروا يربحوا الاب. نحن كلبنانيه قادرين بالعنصر الموجود بلبنان نربح؟ على صعيد الناشئين والناشئات نحن ممكن نعمل ميداليه، ممكن نعمل بوديوم، ممكن نعمل ذهب فور شور. على صعيد فئه الرجال لا، الفريق بحاجه كمنتخب او ككلاب بحاجه انه يدعم صفوفه بلاعب اجنبي، لانه الانديه اللي بتنافسنا عربيا وحتى غرب اسيويا القانون بيسمح انه تدعم انديتها بلاعب اجنبي، فصارت المنافسه تجاههم اقوى، يعني هن عندهم اجنبي سو ديفينتلي نحن وي نيد اجنبي يلعب معنا لينافسهم. هون بيلعب دور البادجت، لانه بيصير السلكشن اوف اللعيب الاجنبي بتصير كل ما كان الرانكينج عالي تبعه كل ما كان هي نيدز مور اسهل انك تربح كمان. اكزاكتلي. طيب سهاك رح نشوف هلا انا وياك ومالك والمشاهدين فيديو انت بعثت لنا قسم منه، وفي صورتين بالاخر بدي تعليقك عليهم، بس خلينا نشوف الفيديو ونعلق عليهم. عم نحكي عن هون فينال شباب بطولة لبنان بين سعد الهبش وغالب فحص، بطل غالب فحص، 4-3 خلصت الماتش، 3-2 لغالب، رجع سعد قدر يربح البطولة 4-3، وسبع ستات صراحة طابات، كل طابة مثل هول الطابات اللي عم بيلعبوا الشباب، هي ضجة كتير بلبنان، مستوى كتير عالي. وانا صراحه قلت لرئيس الاتحاد المحترم استاذ جورج كوبالي اخر 10 سنين هيدا الماتش شفنا هيك. ما شفنا هيك صح. ماتش بهالمستوى صراحه. هيدي الصوره اخذينا عن فيسبوك الاتحاد، كان عم بينقل، كنا عاملين كاتحاد عاملين لايف كفرج، وهيدي بنصف نهائي بطوله كاس لبنان بين طليع عزار ومريم الهبش اهلي صيدا، طليع عزار انترانيك، قدرت طليع تربح 3-2، كانت خسرانه 2-0، بالفينال وصلت طليع وماريانا، ربحت ماريانا كمان اثنين لاعبتين من انترانيك بيروت، بس هيدي الفينال كانت فينال بطوله لبنان، لبنان مش فينال كاس لبنان. شو تعليقك مالك على مباراه الرجال؟ اخذت ضجه كبيره على السوشيال ميديا وبالوسط الرياضي، يعني كتار اعتبروا انه يمكن هيدي مش بلبنان حتى. فعلا انا عاصرت يعني الجيل اللي قبل وعاصرت هذا الجيل هلا طالع، عادة ما بيصير في كتير راليز إلا إذا كان المستوى عالي، وإلا إذا كان التايمينج تبع الطابع عم يكون مزبوط من قبل اللاعب، إن كيس من قبل لاعبنا سعد الهبش ولا إن كيس من قبل الغالب، فكان المستوى سوبر سوبر عالي، ما كان في مثل هيك راليز بالجيل اللي أنا كان على أيامي. هذا الشيء بدل وبيعني انه عن جد الجيل اللي طالع من لبنان هلا عن جد عم بيعمل نتائج كثير حلوه، وبعتقد انه في امل اذا صار في انفستمنت بمحل صح بوقت صح انه يعملوا نتائج عربيا واسيويا. خلينا نشوف صورتين لنختم هالجزء من ريبلاي، كمان سهاج ومالك بدي تعليقكم عليهم، يعني شو بيعني لك هذا الفريق؟ انا بيعني لي كثير لانه
في عندي لعبة خبرة ماريانا سهجيان مع لاعبتين جونيور لاتيسيا عزار اخوي هني وطاليا عزار حاليا 16 و19 سنه ومع كوتش و ومدير يلي بدك اياه. مالك هيدي الصوره معبره عن جد، يعني الترانيك يمكن نطر كثير ليوقف على البوديوم وهو الكاسيت كمان، شو بيعنوا لكم؟ الصراحه انا كنت ناطر هيدي الصوره اللي مرقت قبل من سنه 2020 لانه احنا الفريق يعني هذا الفريق اسستوه بال 2020 كنت ناطرها يعني تقريبا شي سنتين لتصير. يعني مثل ما شفت انا سهاك خيي الكبير، يعني انا 15 سنه او 16 سنه سوا. ماريانا لعب الخبره المميزه بلبنان وهي تاهلت على الاولمبيكس، سو يعني هي مثل ما بقول الجيل القديم واللي مدعم بتاليا وبتيسي عزار اللي ما بقدر شهادتي مجروحه فيهم صراحه لانه هن لعبات مميزات جدا وموهوبين جدا، وبعتقد انه لازم انه يتضوا عليهم لانه لهم مستقبل سوبر. أنا سوبر انه رح نعمل لهم حلقه للصبايا اكيد، صبايا والشباب صبايا والشباب اكيد، بس لانه لظروف الكوفيد وهيدا ما فينا نستضيف باستوديو كثير عالم. اليوم خطرنا معكم واستضفناكم عنا، عاده عم نكون عبر زوم قاعدين مع بعض، بس نحن اصلا نتمرن دائما مع بعض. عندك شيء تقوله كان على انا اول شيء بدي اتشكر الاهالي يلي تعذبوا كثير during this year بهالظروف الصعبه economically وكوفيد وايز بانديميك، كرمال انه كانوا عم بيوصلوا الاولاد. بعد عندكم صعوبه بالكوفيد؟ يعني بعد في اهل بيخافوا يبعثوا اولادهم على التمرين؟ اكيد عم نعمل كل الاحتياطات صراحه، لانه لا سمح الله اذا حدا لقط يعني راح الفريق. وكنت عم بقول انه ترانسبورتيشن وايز انت بتعرف قد ايه غالي هلا، كانوا كل يوم عم بيوصلوا الاولاد على التمرين وعلى المتوشه. كمان شكر خاص للاتحاد اللبناني قدر ينظم بهالظروف الصعبه، ينظم تقريبا كل البطولات برئاسه استاذ جورج كوبالي. بدي اتشكر نادي الانترانيك، اداره نادي الانترانيك ان جنرال، واستاذ فيكان تشيرتشيان ان بارتيكولر. اللي بعد بدي اقول شغله، انا بدي اتشكرك لك كمان لانه نحن هيدي اللعبه صراحه مش اخذه حقها بلبنان. نحن كثير عايزين سبونسرز. هيدي اللعبه كثير مهمه لرياضه القلب، ومش مثل باسكت وفوتبول فيها ريسك انه واحد بس يكبر مثلا ما بيقدر يكفي ما بيقدر يتمرن، انه واحد بيقدر يلعب من هو وصغير لعمر 70 80 سنه. لعبه كثير مهمه، سو نحن عايزين دعمكم لانه صراحه مش اخذ حقها هيدي اللعبه بالميديا. لا نحن كتلفزيون عم نعمل واجباتنا، يعني وقتها فينا نغطي منغطي. طلعنا كمان في سنه نقلنا بطوله لبنان كلها لايف، كانت بالمراسل بتذكر تقريبا من شي 7-8 سنين نقلناها بشكل مباشر، وقد ما فينا عم نعطي هيدي اللعبه. اكيد كل الالعاب بالنسبه لنا مهمه لانه بدنا شبابنا يخلصوا من كل شيء عم بيعيشوه ويروحوا على الرياضه افضل. Exactly. مالك بدي اختم معك، بدي اسالك عن لعبه البينج بون بلبنان قد ايه لها مستقبل؟ يعني عم بتقلي هلا عم تحكيني عن نيو جينيريشن ولعيبه وكل هدول القصص، بس ما بعرف ماني حاسس انه رح يكون في هيداك المستقبل الكبير او نوصل مثل ما وصلوا الالعاب الثانيه، مع انه فرق كبير بالبادجت يعني بينصرف على فريق باسكت بول يمكن قد ما انصرف على البينج بون من اول ما بلشت لليوم. شوف مستر إليقا، البينج بون بلبنان مرق بمرحلتين. المرحله اللي انا عاصرتها كانت مرحله تقليديه، كنا نحقق نتائج على صعيد الغرب اسيا وشوي عربيا وشوي على صعيد البحر المتوسط، بس نحن صرنا بليفل الجامعه اغلبيتنا تقريبا بطل انه التارجت تبعه يحقق شيء دولي اكثر، لانه مضطرين ندرس نتعلم كرمال نلاقي شغل وهذا وضع بلدنا. هلا الكالتشر شوي عم تتغير من سعيد بين بوين، هلا صار في ناس عم تحترف، في ناس عم تحترف بامريكا، في ناس محترفه بالمانيا، في ناس هاجرت لتكمل البين بون كارير تبعها. حتى بلبنان يعني عم شوف انه في الجيل عم بيطلع التارجت تبعه مثلا يعمل فيزيكال اديوكيشن كرمال يكمل البارت تبع البين بون. هلا نحن حتى نظره الاهل للسبورت تغيرت. اكزاكتلي. هلا انا بشوف احنا عندنا التوب
بالشباب وتوب بالبنات وفيزيكلي هن ومنتلي وكل شيء تكنيكلي بلبنان هن التوب، لان يقدروا يكملوا ويعملوا نتائج اكثر they need support عالي ليقدروا يحققوا نتائج. ماده السبورت ممكن صح ماده وتكنيكلي ماده ليقدروا يشاركوا ببروتورات خارجيه معسكرات خارجيه، وماده ليقدروا مثلا يغطوا التكاليف اللي بتعوزها لعبه بينج بونج من تنقلات من سبلايز ركتات جلود اللي قالوا عنهم استاذ سهاك. سو هيدا الشيء اذا بيتوفر انا بضمن لك انه نعمل مش بس على الصعيد العربي، حتى على الصعيد دول البحر المتوسط ودول يعني اسيا وشرق غرب اسيا. ونحن يعني انا مثل ما قلت ماريانا تاهلت اولمبيكس، في عندنا لاعب داوود شعيب خسر 4-3 من اللاعب السعودي وكان حيتاهل على طوكيو 2020. سو كل هذا الشيء ببرهن انه نحن قراب اكزاكتلي يعني. اهلا وسهلا فيكم سهاك بيدينيا ومالك طويل. شكرا. مبروك لنادي الانتراني كل يلي حققتوه، بنتمنى تضلوا عم تحققوا هيدي النتائج. مشاهدينا بريك ومنكون بالجزء الثاني مع البطل البارا اولمبي الي رحباني. مساء الخير من جديد، الجزء الثاني من ريبلاي. معنا بطل لبناني ارادته كثير قويه، عم بيربح الألقاب بلبنان وعم بيشارك خارج لبنان وعم بيقدر يقول انه الرياضه للجميع. الي رحباني بطل كاس لبنان الفئه الثالثه جلوس البارا اولمبيك، اهلا وسهلا فيك. ميرسي الي، اهلا فيك. لي بدي بس هيك تحط شوي المشاهدين بمسيرتك الرياضية، يعني ما كتار بيعرفوا بيسمعوا بآلي رحباني بس ما بيعرفوا أمتين بلش اللعبة، كيف تعلق بهاللعبة، شو عمل بحياته؟ نعم، اللي أنا بالأصل قبل ما أعمل الأكسيدان، قبل ما تعرضت للحادث يلي أودى بإني كون على ويلتشير كل الوقت، كنت أعمل رياضة كتير. هلا من بعد الأكسيدان صارت قصة الرياضة شوي أصعب، كنت أعمل فولي بول فاتجهت لأعمل تيبل تنس، كنت أوريدي ألعبها قبل بين بون، لعبة بين بون، فاحترفت للعبة لأنه أنا حدا بحب كثير أعمل شغلتي بطريقة يعني أعطيها من كل قلبي، من كل مجهودي، من كل شيء عندي. فلعبتها، بلشت ألعبها بال 2008 تقريبا، بلشنا نتمرن ونتعب كثير على حالنا وبلشنا بطولات بلبنان وصرنا نظهر لبرا، مثل لبنان بمنتخب لبنان. من بعد ما ربحت بطولة لبنان اختاروني بالمنتخب وظهرنا صرنا نمثل لبنان برا، وقدرنا نعمل برات لبنان 21 ميدالية للبنان، رفعنا علم لبنان بالمطرح يلي كلياتنا بنحب نشوفه فيه. ومن بعدها صار شوي هلا يعني ريسنتلي صارت الامور شوي ترجع لورا، بمعنى اول شيء اجت كورونا والامور الماديه كمان شوي اصعب على اللجنه البارالمبيه، لان احنا رح احكي لي عن هيدا الموضوع، بس خليني اسالك انت على الصعيد الشخصي شو بيعني لك انه بعدك عم تربح؟ امبارح كاس لبنان انتهى، شفناك عم تتوج، شو بيعني لك انه بعد هيدا الاهتمام عندك او الباشن عندك بالبينج بونج؟ نعم اكيد، هيدا شيء بالنسبه لي الرياضه هي كل حياتي، يعني حد شغلي في عندي السبور يلي بيعطيني كل المتنفس تبعولي. ومثل ما قلت لك قبل انه انا حدا كثير بحب اربح، يعني بحب اكون موجود ب لما اكون انا عم بعمل شغله بحب اعملها على بيرفكسيون كامله تكون. وبعدني عم بتمرن وبعدني عم بتحضر شوي اقل من قبل للظروف كلياتها اللي حكينا عنها قبل شوي، مشان هيك يعني رح ضلني اعمل الشيء اللي بحبه اللي هو اني اتمرن واعطي اللعبه من كل قلبي، وحتى ساعد الناس الباقيين اذا بقدر، ما رح ادخل ولا شوي، نكون عم نساعد بالتمرين ولا بالنصيحة ولا بشو ما كان. بدي أسألك عن ناديك نادي الجودويل، أنتو عم بتكون ملهم لبعض الأشخاص يلي عندهم نفس الحالة اللي عندك إياها، يعني عم بينبسطوا أنه إلي عم بيقدر يربح، نحن كمان ممكن نصير مثله، صرت إذا بدك إيدول لهيدول الشباب؟ فعلا هي مش بس كجودويل، هي بالصورة العامة الكل بينظر لإلي بالنسبة للمسيرة تبعي، كيف بلشنا بأي إمكانيات كتير ضئيلة بلشنا فيها وصرنا نطلع على الدرج مثل ما بيقولوا السلم درجة درجة، فهذا الشيء كان كتير مهم. وبالنسبة للجودويل واللاعبين يلي معنا كمان ذات الشيء يلي بياخدوا كتير بنصيحتي ويعني بيطلبوا مني الاستشارات إن كان فنية كله تكنيكال ولا غير هيك طبعا.
بدي أسألك، حكيت عن الكوفيد 19 والصعوبات المادية، هل هالشيء أثر على نشاطاتكم كنادي أو نشاطاتكم البارا أولمبية؟ بعرف أنه اللجنة البارا أولمبية اللبنانية كانت عم تعمل شغل، لكن مثل كل شيء بالبلد بلشت ترجع لورا. صحيح، بدي أقول لك شغلة كتير مهمة، أنه البارا تيبل تنس بقرار من الـ ITTF اللي هو الاتحاد الدولي للكرة الطاولة، نعم، طلع قرار بنقل كل مهام البارا اوكي للناشونال اسوسيشنز، يعني للاتحاد الوطني المحلي. يعني نحن اليوم صرنا تابعين للاتحاد اللي بيرأسه بريزيدان جورج كوبالي اللي هو اتحاد الكره الطاوله بلبنان، اوكي. وهذا الشيء طبعا هو متنفس او اذا بدك بيساعد اكثر اللجنه البارالمبيه للوضع الصعب المادي اللي هن عم يمرقوا فيه، اللي عم يمرقوا فيه اصلا اكشلي كل البلد، يعني مش بس هن. فما في شك انه كوفيد كثير اثر بالتنقلات، اثر بالاختلاط، لانه اخر النهار بتعرف هذه اللعبه فيها اختلاط، ان كان من خلال الطابه ان كان من خلال الطاوله او اي اكوبمنت موجودين، فهذا شيء اكيد اثر. زياده عنا بلبنان اللي اثر اكثر واللي يعني عمل دمار اكثر من هيك بكثير هي الحاله الماديه اللي صار اليوم. اللاعب اذا بده يجيب الاكوبمنت تبعه اللي هن الراكات والطابات وهيك صار بده يكلفه مبلغ مش هين ابدا، فهذا شيء كمان اكيد كثير كثير اثر على صعيد الوطني باللعبه، ان كان بارا وان كان ناشونال، هن زيتون بيناتهم اثر علينا كثير. طيب إلي، عندك صعوبك اليوم كبطل انت انه تلاقي سبونسر لرحلاتك لبرا او لمشاركاتك خارج لبنان على الصعيد الشخصي، ولا الاتحاد هلا او اللجنه البارا اولمبيه قبل كانوا هن يامنوا هيدي الامور؟ بدي يكون كثير واضح بهذا الموضوع. قبل اللجنه البارالمبيه كانت تهتم لدرجه مقبوله بهذه المواضيع، بعدين كان في عندي انا سبونسر لإلي كان عم بيساعدني بسفراتي. فيك تذكره؟ ما في مشكل عنا، فيك تذكره؟ اكيد، كانت شركه الفا اكشلي تساعدني كثير بهذا الموضوع. اوكي. فبعدين مع هلا ريسنتلي مثل ما قلت من كوفيد ولهلا ما بقى في سبونسر شيب، واللجنه البارالمبيه شبه مستقيله إذا بدك من كل الوضع، من هالمساعدة أو من أي اهتمام. وهلأ الموضوع صار كلياً فردي، يعني بقدر أقول لك أنه هذا موضوع فردي. هلأ الاتحاد اللبناني برئاسة البريزيدان كوبالي فعلاً مشكور أول شيء أنه تبنى هذا الموضوع، واليوم نحن نظمنا كأس لبنان. طبعاً كان في عنا بطولة لبنان كمان على الجدول، ولكن اضطرينا أنه نلغيها أو نقدفها لأنه بسبب كوفيد وكل الأحداث. بقى هذا الموضوع فعلا كثير مأثر إلي علينا، كثير مأثر الموضوع المادي، واو بياخذ حيز كثير كبير يعني من الموضوع. إلي، شفنا مسابقة جديدة بكأس لبنان نحكى عنها كثير بالسوشيال ميديا، وهي المسابقة الاستعراضية اللي سموها الدمج المجتمعي، يعني شخص على كرسي وشخص عم بيقدر، يعني شخص عادي عم بيلعب معه. أنت شاركت بهيدي التجربة، كيف لقيتها؟ نعم إلي، بس لأقول لك شغلة، هيدي بالقانون موجودة. نعم. موجودة، بس هي أول مرة بنشوفها بلبنان. صحيح، مش بس بلبنان، بقدر اقول لك انه بلكي يكون بالعالم حتى التجربات تبعها كثير قليله، بالشرق الاوسط مش موجوده ولا مره قبل. أوكي. بلبنان حبينا نعملها مثل تجربه، كانت سوبر حلوه، سوبر فان، فيري فان، في كثير انترتيننج، كانت انه تشوف حدا جلوس مع وقوف ومقابله جلوس وقوف، كانت كثير حلوه فعلا. هلا بتصور انه حنبني عليها من بعد ما تواصلنا مع الامين العام للاتحاد دكتور بيير هاني، وبتصور انه السنه الجايه رح تكون هيدي كمان ضمن الايفنتس اللي حتكون اوفيشال بلبنان. يعني رح يصير في لها بطوله خاصه فيها مثل الدوبل الميكست والدوبل العادي وكلها؟ مفروض تكون اذا الله راد هلا هيدي على برنامج الجديد بدهم يلفندو. إلي، كيف شايف مستقبل البينج بونج البارا اولمبيك؟ بدي يكون من ميل، انا انسان بوزيتيف كثير إلي، بس بدي يكون كثير اوبجكتيف. كتير صعب. أنا من فترة عملت مبادرة سميتها Message of Hope، يلي طلبت فيها كل الناس يلي بيعرفوا أي شخص عنده any kind of disability، حيالله نوع إعاقة، إن كان بيمشي أو جلوس، لكرمال أتواصل معه، يوصلوني معه لهذا الشخص. وأنا مستعد بالconnections يلي عندي بالملاعب بكل هيدا، نقدر نأمن groups من هيدول الناس
لكرمال نعطيهم بينبون البيسكس تبع البينبون ونطلق هيدي اللعبه على مستوى وطني. لانه اليوم مثل ما قلت قبل اللجنه البارالمبيه غائبه كليا طبعا خلال مشكله مصاري، هذا الشيء كثير مهم معروف. فهيدي المبادره اجت، وصراحه اجت قصه كوفيد كمان وزادت الموضوع، يعني زادت صعوبه علي لانه في تنقلات والغلاء اللي كثير كثير عالي، يعني ان كان بالفيول او اي شيء، هذا الشيء كمان اثر زياده. لانه اليوم بدنا نجرب نامن ترانسبورتيشن لهدول الناس لينتقلوا من مطرح لمطرح، واكيد بتعرف قد ايه مشكله الاكسسبيليتي. يعني اذا هون بدي اسالك لي عندي هون، بس اسمح لي اقطعك لاسالك، لا وزاره الشباب والرياضه اهتمت ولا وزاره الشؤون الاجتماعيه اهتموا لمبادرتك؟ ما حدا اهتم، مع العلم انه عملنا لها نشر كثير واسع بكل سوشيال ميديا بالجرايد. يمكن راح الصوت عند الي. سوري هذا كيفن دقيقه. ايه عم بسمعك الي، تفضل. ايه سوري، كنت عم بقول لك انه لا، مع انه نحن عملنا لها نشر كثير واسع، جربنا بقد ما فينا ننشرها سوشيال ميديا جرايد وكل هي، وكان في اهتمام مع التيفيز كذلك الامر، ولكن ما حدا من الاوفيشلز، ما حدا من اذا بدك الدوله، اجهزه الدوله كان عنده اي اهتمام بهذا الموضوع، وانا نعم. اكيد انه وصلت لكذا حدا. ف حرجع للسؤال الاساسي اللي هو اذا في عنا امل او في عنا احتمال انه نحسن بيبو، انا بقول لك كثير صعب بهالوضع. هلا بتقول لي 2022 ممكن نحط بلان مع الاتحاد، ممكن، ولكن هلا اليوم انا اللي شايفه ماني شايف شيء كثير بوزيتيف بالنسبه للبارا تيبل تنس. طيب تنختم انا وياك اطلالتك عبر الاو تي في الليله، خبرني شوي الي شو بتقول هلا مثلا لا وزير الشؤون الاجتماعيه لا وزير الشباب والرياضه، انطلاقا من هالصرخه يلي هلا قلت انه نحن ما قادرين نحسن، وبدي اعرف منك قديش عدد الشباب يلي بيعملوا البارا تيبل تنس. اللي نحن امبارح كنا بالتورنوا الاخير بكاس لبنان، كنا تقريبا 40 تقريبا 35 كرسي حدا جلوس، ووقوف كان عندنا تقريبا شيء 20. اوكي الرقم منه قليل، ولكن نعم. برضه الهدف تبعولنا هو انه نحن نلاقي اللاعبين الصغار نقدر نعمل هالعمليه التمرين والتدريب اللي هن وصغار، اوكي، لكرمال نقدر نعمل ابطال بعدين. لانه انا اليوم مزبوط اني انا بطل لبنان وحامل كاس لبنان وصار لي 10 سنين بهذا المطرح، بس هيدا اخذ مجهود واخذ تعب واخذ مصروف مني شخصيا، وشو ما بدك يعني ننزل من الباترون بلكي على بيروت بس لكرمال نتمرن ونرجع. هيدا الشيء ما عم بشوفه عند الناس الباقيين، اوكي. هلا وزير شؤون اجتماعيه، وزير شباب ورياضه، كل هدول الناس لازم يكون في خطه وطنيه للرياضه اون جرو، اوكي، للرياضه كلياتها. ونحن بنيجي ضمن مشروع رياضي بالبلد، منا نحن سكشن هيك محطوطين على جنب هيك نشوف شو بنعمل بالبارا. لازم الرياضه كلياتها تكون في لها بلان، ونحن نكون مشروع ضمن هذا البلان الكبير بالبلد، اوكي. فبدي اقول بعد شغله كثير اساسيه لي، تفضل. اسمح لي بس انه انا اللي عملته بمسيره 10 سنين، اوكي، انه حطيت علم لبنان 21 مره على بمطارح ولا مره غير مسبوقه، اوكي، غير مسبوقه. يعني لو كان يطلع علم لبنان بالامارات بالالعاب العالميه 2012 اول، لبنان اول، كوريا الشماليه عفوا الجنوبيه اللي هي ثاني ثالث، اللي هو منظر بالبينج بونج غير مألوف، غير مألوف، صحيح فعلا. وهيدي دكتور بيير هاني بتذكر كثير منيح كيف اصر انه هذا منظر غير مألوف. فهيدا الشيء اللي قدرنا نعمله، وهيدي مره من ال 21 مره. سو نحن قادرين كثير منيح نمثل لبنان، قادرين اذا بدك وي كان ريفلكت، يعني نعكس صوره لبنان الحلوه الجميله برا اذا كان عندنا شويه دعم. ما عم بطلب كثير، لانه بالمجتمع اللي حوالينا بالشرق الاوسط في دعم كثير عالي، صحيح. في تفريغ، صحيح. في عمليه تفريغ للاعبين هو الكومبليتلي بيلعبوا رياضه. فنحن مش عم نطلب هالقد، عم نطلب حد ادنى من الـ من الـ من الدعم لكن ما نقدر نوصل لبنان لهذيك المطارح. أنا بدي أشكرك إلي، إن شاء الله صرختك تكون صارت مسموعة عبر شاشتنا، بنتمنى لك التوفيق وتضلك عم تمثل لبنان وعم ترفع علمه بعكس كتار يلي عم ببهدلوا هيدا البلد بكتير أمور عم بيقوموا فيها. شكرا لك إلي رحباني، بطل لبنان وحامل كاس لبنان للبارا تيبل تنس. مشاهدينا هذه كانت حلقة ريبلي، كانت مخصصة للبينبون. أنا بشوفكم الأسبوع الجاي، إلى اللقاء.